جاهز يشافلكم في الشروم، هذا اهم شيء. طيب ممتاز. طيب اعطونا لا اعطوني الروقي بعدين ناخذ التقية يا شباب، معلش لو سمحتوا اعطوني الروقي. الله يصبحك بالخير. صباح النور يا ابو، شلونك؟ عساك طيب، بخير الله يسعدك. بخير الله يعافيك، على القوة ان شاء الله. الله يقويك ويسلمك طال عمرك. احييك واحيي الزملاء الكبار الكرام اللي معك. الله يحييك عبد الله، الله يعافيك. هل الواحد انه يعبر عن مشاعره الحقيقيه بالبكاء فيها مشكله؟ لا، ولا عيب ولا فيها من العيب شيء ابدا. اي نعم. طيب واللي يحاول انه يبكي او يتباكى؟ لا هو ما هو بيتباكى، اذا كنت تقصد فقره الوالد. لا ما اقصد فقره الوالد، ما اقصدها. تقصد وداع الاخ عمر حامد؟ ولا اقصد وداع عمر حامد، انت بس جاوبني على سؤالي بعدين بجيك في تقييم بتشوف انت وتوضح لك السالفه. لا يتباكى، لا ما يتباكى على شيء يستحق ان يتباكى عليه، اما يا يجي بكاء حقيقي يا لا يجي بكاء. ممتاز، شكرا. اعطونا التقييم يا شباب. يا تبغى تنجحون ابراهيم؟ نابا بوكا بوكا. ها؟ قال ابكوا ابكوا. لا اصبر اصبر اصبر، تعوذ بالله. طيب شفت، سمعت المقطع يا وشفت صحيح المقطع. صحيح صحيح. ايش رايك فيه؟ ما عندي شيء اخفي، هذا طلب مني، وقلت للشباب اللي عندهم استطاعه انهم يبكون. انا ما عندي. من اللي طلب منك؟ بيني وبينه، الامر بيني وبينه. ابو معيان لك تعليق، تفضل. بجيك ابو عبد الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ اهلا وسهلا. هلا، شلومك؟ بخير الله يسلمك. يا اخي عندي سؤال، يعني انا عندي سؤال. عندي اجابه. شكرا، اتمنى انك تجيب. السؤال الاول، هل الشباب اللي بكوا ذاك اليوم على عمر الحامد صادقين ولا فيها؟ صادقين جدا. يعني ما نفذوا مقولتك هذه. لا اقول لك صادقين جدا هم. يعني ما نفذوا مقولتك هذه. اللي هي ايش؟ اللي هي تباكوا عشان يطلع ابراهيم. انا ما اقول تباكوا، هم قصدهم لا تخبون، يعني لا تخبي مشاعرك. لا 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 يا عبد الله، لا لما تكون صادقين جدا اسقاط عليهم. كلامك كان واضح، ابكوا عشان ينجح ابراهيم. انت لا يعني عمر الحامد طلع ما طلع ما همنا، احنا نبغى نطلع. صل على النبي يا ابو ميان. اللهم صل عليه. انت عتبك مو علي، على اللي قال. قول لهم من هو. ما نبقى قايل خلاص، ما دام انت قايل انا ما اعرف الا عبد الله الروقي. تم، انت اللي قلت. تم، فلذلك انت تشوف ان كلامك هذا يعني عمر الحامد مش ولا بد عشان توصي الشباب انهم يبكون يعني، ولا ايش؟ عمر الحامد من خيرة اللي كانوا موجودين. ممتاز، ما دامك تدري انه مؤثر ومن خيرة اللي كانوا موجودين. ايه؟ ليش توصي اخوياك انكم ابكوا عشان نطلع وعشان يصير شيء حلو؟ ما يعني هو الفكرة بسيطة جدا، تباكوا لان احنا كان بيننا عتب قبل. ايوه، على كثرة المصافحة وكثرة الدموع. لا 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 انت قلت، انت قلت بهذا. لحظة يا ابو معيان، بو معيان لحظة لحظة لحظة، أنا خليته يتصافى معك زين. إيه؟ بس لا تمرر شيء غير حقيقة يا أخي. أنا تو لحظة يا عبد الله، توي أعرض مقطع قبل شوي تقول كذا تبغون تنجحون إبراهيم ابكوا. شو كيف؟ طيب تقول والله عشان بيننا. طيب قبل يا طيب يا أبو سعيد أسلم. أنا بكيت؟ للأسف إنك ما بكيت. أنا بعتهم كلهم، جحدتهم. اسمع، أنا حمال الرسالة وحمال أسية. خربت الجنرال حبيبي. انا عندي على فكره، تراني جاي على موضوع، انتم ما طلبتوني على موضوع هذا، انا جيتكم على موضوع يخصني عبد الله عشان هذا الموضوع احنا نبيك. طيب عبد الله اذنك، عبد الله اليوم او امس انت تناقش الشمري تقول ليش تبكون؟ كيف انت الان تقول بكائهم حقيقي وانت تلوم الشمري وتقول لا ما هو بحقيقي ولا في شيء بيتسي؟ كيف انا من اصدق عبد الله الروقي الذي يكلم الشمري، ولا عبد الله الروقي اللي معنا الان في الكفش الروقي؟ أيوة اصدق من؟ ايوه عبد الله سعود. شوفوا على تعليق على كلام ابو عبد الله، خلني اوريك المقطع يلا نشوفه مع بعض ونرجع نعلق عليه. يا شيخ ميني ما عندنا صرح بالبكاء انه كذب وانه مشاعر غير صحيحه. صحيحه؟ ها؟ كانت دموعك صحيحه؟ لا قال البعض. انت كانت دموعك صحيحه؟ انا اي والله صحيح. كم مقدار انا اليوم 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 كم مقدار دمع ضرفت؟ كم مقدار دمع ضرفت؟ شو؟ 90% 9% اذا بكيت؟ جاي تبكي عندنا؟ هذا سؤال فائده غير مباشر. غالي جاي تبكي عندنا؟ اي جاي ابكي نعم. دق ابوي تنزل دمعتي على والدي، تنزل دمعتي على والدي. خالد والله لا يستاهل ابو سحاب. لا خلها فاتوره ست حبات.
عبد الله اي نسخه نصدق؟ جاي تبكي عندنا تقولها لزميلك تصادر مشاعر الاخرين، اذا انت ما عندك مشاعر تجاه اصدقائك اللي عاشوا معك لا تلوم من حولك. الا اوعدك يا استاذ سعود ابكي اسمعني. لا لا لا, لا 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 ما نطلب منك تصنع. ما نطلبك تصنع. لا انا ما شوف شوف اريد اين الحقيقه يا عبد الله الروقي؟ الحقيقه زملائك متصنعين مثل ما انت تقول تبكون عليه. لا لا غير تمرير الشعار لا يمشي علينا يا عبد. يا ابو يا ابو صل على النبي. تمرير الشعار لا يمشي علينا. طيب اسمع تفضل. ايش يقصد بعد؟ ايش يقصد يوم يقول الشمري انت جاي عندنا تبكي؟ هذه تمريره شعار. يا ابو يا ابو ممكن يا شباب خلوه يرد. يلا رد رد. اول حاجه فيما يخص اخوي عبد الله الشمري، هذه كانت تعليق على البطل المغوار، حلقة البطل المغوار فهد بن فارع. وأنا الشمري كان مبسط موضوع البكاء يعني، فقلت أنا هل دموعك حقيقية؟ سؤال ممازحة يعني ما فيها، ولا نعرف كان دموع حقيقية وفيصل عرجاني حقيقية وعلي الجعيدي حقيقية وكل الشباب كان دموع حقيقية. ليش أكدت أنها حقيقية؟ ليش أكدت أنها حقيقية؟ إيه؟ مو أنها بتوصية منك قبل أمس؟ توصية مين؟ أنا موصيلي على ثلاثة شباب وبراكي، ما في، إحنا أربعة اللي كنا موجودين يعني. عبد الله ايه عبد الله نواف معك. انا جاكم في قضيه لا تتوخروني عنها. نواف معك. سم اخبرك صادق يعني تعترف بالحقيقه دائما يا عبد الله؟ مو بدائما سم. مو دائما معانا تناقض يعني. احنا شفناه ما يحتاج. طيب تقول يا عبد الله. طيب عبد الله السؤال المهم والاهم، هل انت اطلقت هذه العبارات انك تقصد ناس معينين بما انك ما نعرف انه في حزيات صايره؟ اي عبارات؟ البكي والناس انك لا تبكون او نبكي او لا لا، انا حملت رساله ونقلتها نقلتها كما هي وما كان عندي دموع. عبد الله بس معلش دقيقه. اسلم نواف. لحظه معلش بس عبد الله، لانه انت اتوقع انه كلمه انهم صادقين وقبل تقول مثلوا ما ادري ما مشت. بربطها لك فهمني الله يرضى لي عليك. هم قصدهم كلمه ابكوا اللي حملني الرساله ونقلتها يعني لا تترددون، لانه الشباب لما جاءت فقره الاب اكثرهم بكى برا اللوكيشن. هم قصدهم ابكوا في اللوكيشن لما صار البرايم الباب كان حتى. خلني اكمل. طيب خلني اكمل بس بكمل لك الجزئيه هذه. بس بخليك تكمل بس كلمتين بس العقل. انت قلت عشان نجح البرايم يا اخي ايش فيك؟ والله انت لا لا سمعناها منك يا عبد الله. لا تقول اسمعني الله. انا قلت لك في لقاء سابق قبل هذا قلت لك انا رجل لا اتقن المسرحيات حلو. طيب واللي يبغى ينجح البرايم طيب بطريقة مزيفة حلو. أنا ما أعرف أي لأنك تقصد أشخاص يا عبد الله صحيح؟ ما أدري. لا طيب. أنا دقيقة معلش معلش فهد معلش. إذا كنت تقصد أشخاص يقول مزيف خلك دقيقة. إذا كنت تقصد أشخاص ومتسابقين معك فخلك شجاع على كلامك هذا واذكر أسامي. وما ذكر المعد يا أذكر أسامي مين مين؟ ما يقدر أذكر أسامي اللي قاعد يتصنعون تقول أنت المكان هذا مو اللي تصنع. طيب خير خير إن شاء الله يا أخوي نواف. يا عبد الله لا تتقن المسرحيات. طيب يا أستاذ عبد الله لحظة اسمعني اسمعني. تقول لا أتقن المسرحيات وسويت مسرحية. كيف؟ كيف سويت مسرحية؟ رحت وبثلت على حد قولك طبعا تعبيرك. مثلت الحجر. إنك قلت والله يا شباب ابكوا عشان ينجح البرايم. طيب دامك ترى أنها مسرحية وغير مقتنع فيها ليش تقول هذا شيء؟ الشيء الثاني يا اخي احنا يا استاذ عبد الخالق يا استاذ الكبير عبد الخالق البخات احنا متفقين ان شركاء نجاح. انا هذا بس عبد مو شركاء شو اسمعني الله يرحم شركاء بكاء. الله يرحم لي والدينا. عبد الله الاخ الكريم ولد الاستاذ مهيب اللي يجيب لنا مايكات انا اعتبر من صناع النجوم. محمد أباظة من صناع النجوم. الكل هنا شريك. انت شريك. انا جايك في الفقره حقت. طيب انت مش دخل هذا في كلامنا ايش فيك سطحت؟ قلت لك انا ناقل رساله فقط. طيب بدامك ناقل رساله انا ما اقدر تأديها. انا ما اقدر تبكي. لحظه لحظه ليه بدامك ناقل رساله ما عندك يعني مستوى ذكاء معين انك ما تقولها على الهواء؟ والله يا حبيبي انا واقعي على الهواء. مش واقعي كيف واقعي هو كيف؟ اذا كنت واضح يا عبد الله الروقي عطنا الاسم. اسم مين اللي قال؟ قال مين اللي قال لك ابكم؟ من حملك الرساله وطلعك بشكل بايخ قدام الناس؟ محتاج اقول كل اسمه اذا تستطيع. عندي سؤال. عندي سؤال. اسمعني سالتني تبغى الجواب. عندي سؤال. البطل المغوار فارس هذا البرنامج الكابتن فهد بن فارع العتيب هو اللي قال لك معد؟ نعم هو اللي قال لك.
وانا مقابلت في السيب حق الاعداد فتوهمت والله اني حاولت اضبطك يا عبد الله وقلت لا تقول طيب انت ضبطني وحطي معي والله اني حاولت اضبطك واقول لك لا تقول اسم لا قال يعني يا عبد الخالق كيف يتهم الاعداد في الاخير اللي قايل الخويه يا استاذ يا غريبه يا استاذ عجيبه يتقنون المسرحيات يا عيال يا ابو عبد الله بعدين لكم من هنا ويحطك ابو عبد الله بعدين صادق يا اخي بعدين لحظه يا عبد الله الروقي سم يا فهد بن معيان لا تكثر تمريرات يا عبد الله الروقي طيب يا فهد بن معيان يا عبد الله الروقي اسمعني بعد اذنك يا عبد الله الروقي انتم قضاة يا عبد الله الروقي بعد اذنك يا عبد الله الروقي سم يا فهد لا تمرر علي يا عبد الله الروقي تجي تمدح فهد بن فارع عندي يا رجال مكتب ذراعه دقيقه اسمعني لا تمرر كلمه يا عبد الله الروقي على عبد الله الشمري وتقول لا تبكي عندنا وعندك يا حبيب قلبي منهم هذا الكلام على يا عبد الله الروقي بعد اذنك إذا كانت في صدرك على أحد شيء إيوة؟ لا تجعل خذها كاش كبري عشان توصل رسائل إذا خذها كاش حب اسمع يا عبد الله الروقي يا فهد بن معيان في الغرفة قدام أخوياك وانثره أما تجي تمدح فهد بن فارع عشان ناس من خوياك متمشكلين معه تحت الهواء وتوصل لهم رسالة البطل الفارس المغوار البطل الفارس المغوار ما فاز بأي واحدة من المراكز اللي احنا ذكرناها أبدا لا تمسح جوخ لأحد يا عبد الله أنت أكبر منك تمسح جوخ تمسيح الجوخ في بعض المواقف ضرورة ولا تمرر عندي يا عبد الله لا تمرر عندي ما حد طيب وصلت فكرة طيب بس دقيقة بس ما حد جاب بس طاري فهد بن فارع ولا حد جاب طاري زملائك احنا تكلمنا يا استاذ عبد الخالق عبد الخالق هذه رابع مره يذكر البطل طيب دقيقه بس عشان اقول لك حاجه انا اطول قلت اول ما طلع معنا روق قلت ابغاك تذكر الاسامي لانه هو بيذكر الاسامي وانا عارف انه بيذكر الاسامي وانا اعرف داخليا انه قاعد يقصد اشخاص بالكلمات اللي قاعد يضربها وعندي مشكله في المسميات لا السابقين طلعوا معدين لا انا عارف دقيقه ليست كبري لاي شخص يريد ارسال رسائل انا عارف دقيقه انا عارف ان عبد الله الروقي انه يقصد اسامي يقصد ناس وانا تكلمت معاه قلت يا عبد الله ابغاك تذكر لي الاشخاص بدون ما تذكر لي كلام ما يقدر بس عموماني بالرغم واضح كلامك يا عبد الله بوصيك وصيه انا اللي بوصيك وصيه اتمنى 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 انك استفدت من دروس اخوياك قبل واثبت انه يعني لا احد يجي هنا عندي في الكوفيش روم عشان يستذكي علينا طيب دقيقة ولا يتحاول يتذاكى علينا ولا طيب. يحاول يمرر تمريرات طيب. علينا وعلى الجمهور يا اخي اللي قاعد يشوف مو معقوله طيب. مو معقوله اني امهد لك واعطيك مقطع وواضح ومع ذلك تصر واحاول اضبطك واحاول اطلع وترجع 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 اكد انه قاعد تقول شيء مره طيب سطح. ممكن اتكلم تفضل انا اول شيء جيت اسلم عليكم وانا ما جيت امرر في خذ كاش انا اعتبر هذه قمه البرلمان اعتبركم قضاة البرنامج عندي رساله الى من يهمه الامر بالنسبه للمحاور اللي تكلمنا فيها رسالتكم وصلت وفهد معيان التمريرات تتاكد اني راح امرر كثير في الايام القادمه وتحدى خلني اكمل متمرر لكن دونك رجاجيل ما عليك اللهم ماشين علينا شيء خلني اكمل طيب كان غير كشطر يا عبد الله كان غير كشطر كان غير كشطر ابى اكمل رسالتي اتوقع بتمشي على زملائك تمرر على زملائك يا عبد الله بيصيدونك ابى اكمل رسالتي الا اذا انت صيدت اسماء معينه ولا تستطيع ان تمرر عند بعض الناس على عجاله يا عبد الله على خشم على عجاله يا عبد الله سمحت اسلم بما انكم المنبر الاقوى في البرنامج والمنبر اللي يوصل يعني اصواتنا بشفافيه تامه انا عندي رساله لمن يهمه الامر انا رجال كلفت بكتابه نص البرايم قبل كم يوم وكان النص مشترك بيني وبين الشباب ولكن الشباب حصل لهم ظروف وتبنيت الـ 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 القصيده كامله واخذت مني وقت وغبت يوم كامل عن البث القصيدة جات عند المنشد الكبير فارس السيد طيب وقص منها ولا شاورني وجيت ناقشت بعد ما اقتص منها الجزئية وعدلت له طيب وتفاجأ انه تم تغيير هذا النص ما عجبتهم يا اخي ها؟ ما عجبتهم طيب خلني بقى اوصل عندك الرسالة. مشكلة اذا ما عجبتهم قصيدتك خلني اوصل الرسالة طيب انا اسألك عندك مشكلة اذا ما عجبتهم قصيدتك نعم طيب ما عجبتهم يا اخي عادي يا استاذي العزيز استاذ العزيز ايش مشكلتك يا استاذ العزيز اسلم مصادره الحقوق شيء مرفوض وانتم اللي تعطونا دروس في هذا الامر كيف مصادره حقوق خلني اقول لك انا اول حاجه وانا اخوك عشان ابين لك بعض النقاط انا ماخذ سفاره الوقف البارح
وانت للحين ما عندك محور تبارك لي باني اخذت الشفاره عشان ابين لك. خلي كمل. عبد الله انت متسابق، ما انت جاي هنا تعد فقرتي بتشوف ايش اللي اتكلم فيه وما اتكلم فيه. معاك انا، انا معاك. طيب انا معاك، انا اقول لك يعني مجبور امدح كاني. لا لا ما بك، انا ما بك تمدحني يا عبد الخالق. انا جيتك بنفسي وجلاله قدري اشتكي اليك سيدي القاضي. خلني اكمل. خلني اكمل اللي عندي. اسلم، انا ما عندي مشكله النص يغير او يطلب من شاعر غيري. طيب. ابدا ما عندي مشكله ولا طيب. عندي اي مكابره. طيب لكن ادبا يعني انا كاتب نص وتعبت فيه. طيب المشكله كانت عندك في الاداء، كانت عند راي الجمهور، ايا كانت الى من يهم. طيب. الامر أنا طبعا عبد الله الروقي. خليني اكمل يا ابو معيان. طيب. بس الجزئيه الاخيره بعطيك المايك. تفضل. اقل طيب. حاجه اعطني خبر بس. انا مع عبد الله قل لي ترى النص حق له حيتم تغييره فقط. لاني انا متاكد الروقي. انا متاكد ومن هذا المنبر لو كان النص الجاي اللي راح ينزل في البرايم افضل من النص اللي كتبته انا اعتزل كتابه الشعر. لا لا انا لا لا دقيقه صل على النبي. لا بعد بعد اذنك بعد اذنك جميله بعد اذنك بعد اذنك انت لا 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 تسقط عليها انت ككيان وتسقط عليها كاداره ثم تقول لا يسقط. لا 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 تقتص شعر. صل على النبي صل على النبي. سام اللهم صل. قصيدته فحله ونحن لا نختلف انه شاعر فحل، وانا ارى انه جو. لا يحق. شوف مع اختلافاتي معاه واي شيء لا يحق لاي كائن من كان انه يقتص قصيدته بدون اذنه. صحيح. القصيده لها ملكيه فكريه صح. بحته لشاعرها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لا تطلب منها ان يكتب لك قصيده ثم تقول كان من البدايه هم ما عجبك كما غنيتها. نقطه اخر سطر بس ترى كان خلاف عن اللحن. ترى ليش الخلاف عن القصيده؟ عشان يكون ممتاز. صادق معك يعني الخلاف عن اللحن. إيه؟ ليش ما رجعت لنفس الشاعر عشان تقدره نفسه وقلت له يا عبد الله الروقي بعد اذنك ما ضبط معنى البحر هذا اكتب لنا غير. انا وافق فهد معيان جمله. فهد انا طيب وافق. واذا خطبوه واذا خطبوه قالوا القصيده ما نبغاها. لا لا دقيقه يا عبد الخالق. عبد الخالق ممتاز. ليش ما خطبتني؟ ليش تطلع منظري قدام الناس سيء؟ يا عبد الله ما حد كلمني وانا اعتقد. ليش ما ليش تطلع منظري قدام السيد؟ ابدا متاكد ما حد خاطب؟ انا وانا اخوك متاكد. عبد الله سؤالي واضح. لا لا ما حد خاطب؟ لا في شعراء. اذا انحق لك حتى لو خاطبوه. اذا ليش ليش تاخذ قصيدتي وتلحنها معقوله ما سمعتها ثم تطلعها ثم تنكسها كأن الخلل من قصيدة؟ إذا حق لك. شف أنا وافق عبد فهد وافق عبد الله. هذا حق أنا مكتسب من عبد الله. حق مكتسب وشرعي. كيف تقتص من أبياته وتطلعها بشكل جيد وبعدين كيف تخلص قصيدة يا رجل؟ إذا ما عجبتك أو فيها مشكلة في اللحن ارجع له. أنت كلمت بمهمة غاب عن البث وتعب. لا نصادر حق احد. طيب ما تقدر معناته انه متسابق انك تتجنى وتتعبه وتخليه يتعب. طيب. يكتب لك قصيده بعدين تقول لا دقيقه اقول لك كتب عادي كتب قصيده بس ما عجبتني. ليش غنيتها؟ دقيقه فهد ليش غنيتها؟ اقول من اول كيف بعد ذلك. دقيقه انتوا قاعد تناقشون موضوع معلش محترم. القصيده كانت جميله جدا بس الاختلاف ما كان على القصيده. ليش؟ على اللحن. طيب ليش؟ والالقاء ما كانت بشكل جميل. يتغير اللحن. خليني اكمل كلامي. طيب القصيده كانت جميله. خليه يتكلم. والله يعطيه العافيه عبد الله. بالعكس مبدع عبد الله. مو أنا اللي أمدحه مو يعني بيحتري ثناء على القصيدة اللي كتبها. لكن المشكلة وقعت إنه باللحن ما طلعت بالشكل المطلوب فعشان كذا طلبوا إنه تغيرها كامل. ممتاز يا نواف. طيب أنت ناقص تبرر. ليش ما أبرر؟ ما أبرر. طيب ممكن أكمل؟ أنا ما قلنا شيء في قصيدته. خلصت على عجالة يا شباب. تفضل. أليس أدبا يا أخ نواف إنك تيجي تعلمني أنا كشاعر القصيدة اللي طلبتني المرة الأولى؟ أكيد صح أدبا لها الحق. ليش ما علمته؟ هنا غلط. خلاص هنا لا تبرر اللحن. لا ما برر اللحن. ما برر اللحن. شكرا شكرا يا شباب. شكرا يا شباب. ما عندي وقت والله. فعبد الله الروقي يعطيك العافيه. بالنسبه لرسالتك الاخيره وصلت ويبطل تمرينات. كلنا يبطل التمرينات. كلنا نتفق مع ان معك حق في النقطه هذه تحديدا. لهم الحق انهم يغيرون القصيده اكيد. العتب على قضيه انه ما بلغوك. شكرا يا عبد الله الروقي. رسالتك وصلت. يعطيك العافيه. ما فيه شيء ثاني. شكرا يا شباب يعطيكم العافيه. نبي الكرعاني ونبي الغرمون. الله يعافيكم.